وبمطار فسيس استعرض صاحب الجلالة تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على جلالته رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران ووزير الداخلية السيد محمد العنصر، كما تقدم للسلام على جلالة الملك الجنرال دكتور دارمي عبد العزيز بن ناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والجنرال دكتور دارمي حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني السيد بوشعي برميل، والقائمون بأعمال سفارات السنغال وكوت ديفوار والجابون بالرباط، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية. ويرافق جلالة الملك خلال هذه الزيارة الرسمية وفد يضم مستشاري صاحب الجلالة السيد زليخة نصري والسيد فؤاد علي الهمة ووزراء الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني والأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق والتجهيز والنقل السيد عزيز رباحة والطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد فؤاد الدويري والصحة السيد الحسين الوردي.